السلام على من غسله دم وشيبه قطن ونسج الريح أكفان والقنا الخطي نعشا وفي قلب من والاه قبره. السلام على الشيب الخضي السلام على الخد التري السلام على البدن السليم السلام على عطشان الغريب السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام على الحوراء ما بقي الدهر سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. رحمة الله على السيد باقر الهندي. سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. ماذا رأت يا سيد؟ قال لقد أبصرت جسم الحسين موزعا لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دونه يعظم الصبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب الأسر علي علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطاف يصهر كالحر. أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه. وأي قلب يطيق هذا الأسى يا زينب؟ أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه
وقد ضاق مني في تحمله الصدر عزيز علي. الله تقل لأخي إن سرى جسمي بقلبي بكربلاء، أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. تقل أنا جيتك على ريحة الخوة، أذبيتني على الغرب قوة قوة قوة، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، أنا مأخوذة يا حسين قوة. تتحمل هذا البيت، أنا مأخوذة يا حسين قوة قوة قوة. يا شوف الشمر بي ايش سوى، يا والله صوته علمتوني، تنادي بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خدر انهتك وانت غياث المستغيثين، عجل ادركنا لا يهتكون النساوي، لما نسمع ظلي يتقلب فوق لوعا، قالها يا زينب باليتامى لا تجي ولا تكثري عتبيك يا خيتها يجيني، ردي يسكي أنا لا يذوبها وني، ولا تكثري عتبيك ولا تجيني بالأخمى، وخي زينب تعتبين يا زينب وأنا جثة بلا راس، راسي قبالك والجسد بالخيل ينداس، روح الشريعة بل كانت شوفين عبا يقدر على النهضة والسلسيفة البتة، وجهت وجهها نحو العلقمي أخذت تخاطب أخاها أبا الفاض، وصاحت دخيلك يلم قطع بالشريعة، جاه الندر الدي ترى جفوفي قطيعة، للخيم ردي باليتامى يا الوديعة، تدرين بيا مقطع اليمنى والشمى، ساعد الله قلب العقيلة زينب، ساعد الله قلبها خصوصا في مثل هذه الليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم، بات أهل البيت في أصعب ليلة. هذه الليلة زينب هي البطلة، بطلة كربلاء زينب، قطعت كربلاء أشواط وأشواط بأبيه وأمه. لما وصل فرس الحسين مهر الحسين إلى المخيم يصهل عاليا، يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها،
جاءت زينب سلام الله عليها تستقبل ذلك المهر، تستقبل ذلك الفرس. الله يرحم الحاج ملا معين السباك، خاطب الإمام أمير المؤمنين، يقل زينب يا علي زينب من قوضت ولياها طلعت والمهر عارية يا حيدر تلقى صاحت وين أخويا حسين صاح المهر ويا يا زينب طاح أبو اليمة يا زينب سابح بدمه يا زينب خلنا صل يمه وناخذ ماي ويانا كبدت العطش ماردة أين المنادي وحسينا قالت للمهر زينب وهي على الهضم جمضة يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى من اطلع خيالي صير لعيون الزلم عرضة واخويا حسين ما يقبل وخافا يا المهر يزعل لكن اوجب على التل وانده وين اخويا حسين بل كان يسمع النداء. بماذا اجابها الفرس رحمك الله يا ملا معين السباك؟ يقول صاح المهر يا زينب جنة ما بقى لجرى ابن امك وقع ويصيح يا هالوادم اريد انما جيب الماي يا زينب وانا الاخذك ويا ويشرب والد سكينه ومن يشرب يفك عينه ونحاكيه ويحاكينا وبمعصبك يا زينب جروح التكلف اضمده اين المنادي وحسينا. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. باتت زينب في مثل هذه الليلة تجمع الأطفال واليتامى، تجمع النساء والأطفال واليتامى، رأتهم مطشرات بالبيداء. أسأل كل واحد فيكم هذه الليلة هذا السؤال، تقدر تشوف حيرة العقيلة زينب بقلبك هاي الليلة؟ شلون حيرة؟ حيرة حيرة ما مثلها حيرة. أويلي أويلي كانت تبحث عن طفلة صغيرة فاطمة بنت الحسين جاءت إلى مصرع أخيها وإذا بها ترى سوادا عند بدنه. الله رحمة الله على السيد عبد الحسين الشرف، رحمة الله على السيد عبد الحسين الشرف. شي يقول عند أبيات مشجية يصور فيها هذا الموقف، يقول من سمعت حكي الخيال زينب راحت بهمة تصيح بصوت وين انتي يا بعد الروح يا عم أويلي سمعت من بعد ونه وحدة حاكي باليمة
تقل بعدة خيمي ولا حد من هلي يمي أريد أصل عند أمي ما تقعد توديني لعند أمي يا بسكينة. الله 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 ساعد الله قلبك يا زينب. أهلي صاروا بعيدين وماضٍ بعد يلفوني ركضت زينب وصاحت لا تخافين يا عيوني قامت شبكت عليها وتلوذ من الوجل بيها وعمتها تحاجيها اشتقلها شوصلك لهنا واندور تخليني. بماذا أجابت عمتها زينب؟ تقلها يا عم يا عم من هجمت علينا الخيل وعود حرقة وخيمة أنا على وجهي من الخطر فريت ومن الخوف يا عم جيت لقيت أبويا حسين نايم وقعدت وقعدت يمه يا عم وجن علي الليل وانشبني الوجل والويل أنا من أسمع صهيل الخيل ألوذ بكتر أبويا حسين وتوسد على يمينه. أخذتها زينب جاءت بها إلى الخيمة وصلت الخيمة وإذا بواحدة من النساء تقول سيدتي ومولاتي إني أفتقد طفلين هذه الليلة طفلان صغيران لعبد الرحمن بن عقيل افتقدتهما زينب في هذه الليلة في مثل هذه الليلة. رحمة الله على ملا عطية يصور هذا المشهد بأبيات جميلة رائعة يقول الخيم يا حسين محروقة وانا هود علي الليل وراسك راح للكوفة وجسمك راض ضد الخيل الخيم يا حسين وانا هود علي الليل وراسك راح وجسمك راح قل نص الليل يا ابن امي ولن طفلة فقدناه أثاري فرت بدهشة تحوم ما حد ويا وحدي طلعت أدورها وأدور وين ملفا الله الله شفتها وياك ممتدة وعلى خده دمع يسي وويلي على المظلوم على المظلوم وويلي على المظلوم على تقول جبتها وياي للخيمة ولن اختاك تناديني يا زينب قومي دوري وياي راح وين طفليني طلعنا نفتش الوادي ولا تبصري الدرب عيني ولا النجوم ليا
تقول تلوح نجم سلواوة على المظلوم على المظلوم واويلا واويلي شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وزاني وهضم الماء جرى ولا صار بالمخلوق رواني. شلون شافتهم زينب؟ تقول شفتهم يال ولي ميتين واحد حاضن الثاني. شفتهم يال ولي ميتين واحد حاضن الثاني الكبير على الأخو حاني يحرس عن وحوش الليل وولي. لا تتعب لا تتعب إله وولي تستاهل زينب سلام الله عليها. إذا شعرت بالتعب تذكر تعب العقيلة زينب يزول تعبك. أويلي 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 ترى هاي زينب هاي الله تقول أنا أمي الحزن زينب ونيراني الحزن بحشاي تسري وبعد أخوي حسين ما ريدن أبد دنياي أنا اللي شفت جسمه ورحت ميسرة ويا عداي خليته وردت جسمه بيد القبر نزلن وويلي على على المظلوم وويلي تقول أنا اللي شفت نار لكن نار رشد منا اليوم اليوم شافت النار الثانية. سجلي يا فاطمة سجلي هذه العبرات. أخ أنا اللي شفت نار لكن نار رشد منا نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار. سيدي ومولاي يا صاحب العصر سيدي أدري هذا البيت راح يوجع قلبك سيدي. أنا اللي شفت صدره بارك الله بكم نادي نادي يا زهراء. أنا اللي اعذروني يا سادة أنا اللي شفت صدره واحدها الشمال مسمار
واحد كربلة خبرك خيل القوم رضنا وويلي على المظلوم على المظلوم وويلي تقول أنا اللي فجعني البيت بهلي وصريت مفجوعة وأنا الشاهد تشفين إلى العباس مقطوعة أقول البيت اللي بعده تتحمل تسمع البيت اللي بعده أنا اللي فجعني البيت بهلي وصريت مفجوعة وأنا الشاهد تشفين إلى العباس مقطوعة وأنا الشفت أخوي حسين كلها مكسر ضلوعة أنا الدهار دول ابني وخلى مهجتي نصين وأنا الحزن ذوبني وأنا اللي شفت طشتي كبد الحسن في واحد يا الله كبد الحسن في واحد وواحد فيه راس حسين بعد شنو شافت؟ تقول أنا اللي شفت سهمي سهم بعين أبو فاضي سهم بعين أبو فاضي وسهم الشلع قلب حسين أين المنادي وحسينا سعد الله قلبك سيدتي ومولاتي بعد افتقدت من في هذه الليلة افتقدت فاطمة الصغرى جاءت بها إلى المخيم افتقدت طفلين لعبد الرحمن بن عقيل جاءت بهما إلى المخيم بعد افتقدت من افتقدت الرباب خرجت تبحث عن الرباب في مثل هذه الليلة وصلت إلى بدن الحسين شافت سواد عند بدن الحسين وإذا بالرباب تخاطب عبد الله الرضيع شو تقول؟ تقول يا عبد الله سهم نحراك وقع في منحر أحلامي وأيامي بعد عينك سودة صارت أيام كيف اهتني بشرب الماي وانت من ذبح ضامي وكيف اقعد انفيه وانت موسد التربة تعال بحضني يا ولدي اني امك المفجوعة
بحضني يا ولدي انا امك المفجوعه وبالراحه على الوالد تراه مكسر ضلوعه وحسين بماذا أجابها الرضيع؟ الله يحفظك يا علي الكراني. يقول أبوي حسين يا أمي صعب عيونك تنظرة لأن الخيل ما بقيت إليه ضلوع بالمرة أين المنادي وحسينا؟ قيل أن أطفال الحسين أخذوا يتساقطون في مثل هذه الليلة من شدة العطش. جيء إلى ابن سعد: يا ابن سعد، قتلت الحسين ورجال الحسين، فما ذنب هؤلاء الأطفال؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إن أطفال الحسين يتساقطون من شدة العطش. قال: احملوا إليهم الماء. جاءوا بالقرب والأواني، صار خول الأصبحي يصب الماء في الأواني ويقدمها إلى أطفال الحسين. لكن يشوف حالة عجيبة، طفل كظه العطش ثلاثة أيام ما ذاق من شيء من الماء، يقدم القدح الماء إلى، ينظر إلى الماء ولا يشرب، يقول: اشربوا اشربوا يا أبناء رسول الله. يقولون: كيف نشرب وقتل أبونا عطشانا؟ شلون نشرب لذيذ الماء؟ حاشا حاشا، واهلي قضوا كلهم عطاج. يقال ان سكينه انحنت على ركوه ماء حملتها احتضنتها واخذت تجري نحو المعركه. قيل: الى اين يا ابنه رسول الله؟ ما أجابت، أخذت تعدو نحو مصرع أبيها حتى وصلت إلى مصرع أبيها. اكشف قلبك حتى تتصور هذا المشهد. وصلت إلى مصرع أبيها، جلست عند منحره، وضعت فم الركوة على منحر أبيها وصاحت: أبتا، هذا الماء بين يديك. ثم سقطت على صدره، أغمي عليها، أغشي عليها، حيث ضربوها بالسياط. تقول هذه الرواية، يرويها الكفعمي في المصباح، العلامة الكفعمي رحمة الله عليه بالمصباح في كتابه المصباح، عن سكينة بنت الحسين. تقول: بين أنا في تلك الحال وإذا بي أسمع صوتا يخرج من منحر الحسين: بني سكينة، إذا رجعتم أرض المدينة فأبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم إن أبي مات عطشانا فاندبوه، ومات غريبا فابكوا عليه. بنتي سكينة، بلغي واجب تحياتي، بلغي سلام لشيعتي واشكي ظلاما، قولي لشيعتنا نوحوا على الماء، قولي لهم نصب العزاء ونوحوا على المذبوب، واقضوا عزاكم باللطم وايامكم بينه، قولي لشيعتنا نوحوا على. ما
بعد بعد اسمع. يقول في بارد الماء يذكروني العطش فتشبدي وذكروا مقاسات البلاء في كربلاء قولي لشيعتنا نوح على مرمي ثلاثة أيام ضامي يعزو الله علينا يا أبا عبد الله مرمي ثلاثة أيام ضامي ما شرب تي الماء واطفال عندي مصرعة ومحتار في دنيا قولي لشيعتنا نوح على لكن هناك مصيبتان يا سكينة لا تذكريهما لشيعتي أخاف على قلوب شيعتي أن تتصدع لذكرهما. اسمع اسمع سيدي ومولاي يا صاحب العصر سيدتي ومولاتي يا فاطمة ما هما هاتان المصيبتان؟ قالوا لا تخبري فعل الشمر يوم على صدري داس ابن عالة ومكن البتار في نحري ألا من مناد وحسين المصيبة الثانية يا أبا عبد الله قالوا لا تخبري بالأعوجية إيش سوتي بحالي داست على صدري سكنة وشالت وصالي أين المنادي وحسينا أجركم الله. فقط هذا المشهد وأسألكم الدعاء. زينب في مثل هذه الليلة كما يقال كانت تنظر إلى الأطفال واليتامى تجمع الأطفال واليتامى وإذا بها ترى فارسا يحوم حول تلك المخيمات. أخذت تسأل زينب ذلك الفارس تقول له يلي في ظلام الليل يتجول على خيامي ترى هالخيم مسبية ولا تملك دمع هامي. مأجور مأجور إن شاء الله. يا فارس هالخيم بيها أرامل خايفة ويتام ما عدها نفس تبكي ولا عدها أمانتنا كانت قبل مسرورة وعليها جارت الأيام يا فارس تطمع بعيله مدهوشة بلا حامي وأحسن لو أمتلك بالمكتوب في لوح القضاء حيله طلبت من القضاء المحتوم يجيبك من قبل ليلة كان تشوف أي ضرغام واقف يحرس العيلة وش بيدي على العباس راح ونكس أعلامي وحسين بكى الفارس وقال لها يا تاج الفخر والنسوان
أنا حيدر يا زينب جيت أحرسكم من العدوى، أعرف هالعدا أبداً ما فيهم أبد إنسان، وقلبي من فعايلهم يا بنتي لاهب ودامي. وحسين يا بنتي سولفي يمكن أخفف عنك البلوى، تراني من النجف جيتيك يا مهجة فاطمة الزهرة. خبريني عن الوليان والطف بيها وش سواه، وفصل الخبر يا زينب يا بعد سنيني ويامي. وحسين وصلنا وصلنا إلى الأبيات القاسية، آجركم الله. قامت تحكي عن جاسم وعن الأكبر وعن عباس وعن حالة جسد مطروح بالرمضة بليرة. وحسينا وشلون الشهيد حسين بخيل الأعوجي ينداس، وعبد الله الرضيع شلون فقماطا ذبح ضامي. زينب لاحظت دمعات حيدر تجري بالخدين، قامت تسأل وجاوب يا بنتي جن صوتوني، وظن هالصوت يا زينب صادر من نحار. عجل السالفة عجلي تراهي زادت آلامي، ما قدر أستمع لحسين يا زينب بهالحالة. يا الله هاي أبيات الدعاء، إذا عندك حاجة حضرها. ما قدر أستمع لحسين يا زينب بهالحالة، قالت لأني يا أبوي شفت الشمر بنحاله. ها ما خلصتوا بك من أول محرم وانتوا تبكون. قلب العاشق ما يعرف الهدوء، قلوبكم تعشق الحسين، هنيئا لهذه القلوب. يقول ما قدر أستمع لحسين يا زينب بهالحالة، قالت لأني يا أبوي شفت الشمر بنعاه، على صدره يحزن أحراه وراسه بالرماح. حسين يا حسين، حسين يا حسين، حسين صيح صيح، حسين يا حسين، أبد والله ما ننسى حسينا، أبد والله ما ننسى حسينا. حسين 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 حسين، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. حسين 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 حسين، ما ننسى حسينا.
أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. هناك دعوة لجمع هذه الليلة لبناء حسينية في كشمير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله محضرا، وقد طلب دعاء خاصا كذلك إلى السيد علي السيد يوسف. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا كاشف السوء. نتوسل بأبي عبد الله الحسين. يا أبا عبد الله، يا حسين ابن علي، أيها الشهيد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. اشفع لنا عند الله. اللهم إنا نسألك بالحسين وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. أول مطلب يطلبه المؤمن هذا. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم احفظ وسدد وأيد حماة الدين. اللهم ومن أرادنا بسوء فأرد، ومن كادنا فكده، واجعلنا من أحسن عبيدك نصيبا عندك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، لا سيما المنظورين، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا أرجعته إلى أهلي سالما، لا سيما من خصصناه بالدعاء، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب الحسين فاحشرنا معه، ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا. اللهم إخواني الحاضرين والمؤسسين، أخواتي المستمعات، من أوصاني بالدعاء، تقبل اللهم أعمالهم، اقض حوائجهم، يسر أمورهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات،
لا سيما إلى أرواح العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.